هذا وينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد أحمد الحداد عضو مجلس الشورى، أهلا بك. ما هي قراءتك لمضمون تصريح جلالة الملك المفدى فيما يتعلق في حرصه على سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء؟ مساء الخير سهير إليك وجميع مشاهدي تلفزيون البحرين. أهلا في الواقع بك. تصريح جلالة الملك الله يحفظه اليوم تضمن عدة رسائل، أهمها تطمين الشعب البحريني الكريم والمقيمين بأن البحرين لن تعلو جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات التي ممكن أن تحد من هذا الوباء وأن تعمل على القضاء عليه في أقرب فرصة ممكنة. وكذلك تضمن هذا التصريح حس إنساني، نعم. حيث قدم جلالة الملك تعازيه الحارة إلى العائلات التي فقدت أعزاء بسبب هذا الوباء، وقدم لهم التعازي، وكذلك تمنى للمصابين الشفاء العاجل. نحن نقدر هذا التصريح من جلالة الملك، فهو كما يعودنا دائما في أخذ المبادرات في مثل هذه المواقف التي تتطلب وقفة إنسانية من قائد البلاد. نعم طبعا. نعم سيد أحمد، جلالة الملك المفدى قدر عاليا الجهود التي يبذلها الفريق الوطني الطبي والكوادر الطبية والإدارية لمواجهة هذا الوباء، كيف تصف هذا التقدير وتصف هذه الجهود المبذولة؟ نحن كمواطنين فخورون بما قام به هذا الفريق منذ فبراير 2020 وحتى الآن، وهم يعملون بكل جد وتفاني للقضاء على هذا الوباء الخطير وكذلك وضع حد لانتشاره. فكما يعلم الجميع فإن الدولة اتخذت إجراءات كثيرة سواء من الناحية المالية أو الصحية أو الأمنية على جميع الأصعدة لمكافحة هذا الوباء. وطبعا ليس ذلك بغريب، فلجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي شيخ سلمان ولي العهد الله يحفظه رئيس مجلس الوزراء تقوم بجهود جبارة، ليس فقط يعني الإشادة تأتي من البحرين بل أتت من أعلى المستويات وهي منظمة الصحة العالمية ودول كثيرة شهدت بما قامت به البحرين في هذا الشأن. ونحن طبعا في هذه المرحلة الخطيرة يعني نتمنى من المواطنين الكرام والمقيمين اتباعات الإجراءات والقرارات التي تتخذها اللجنة التنسيقية من أجل مصلحة الجميع، فهذه وقفة إنسانية يجب أن يعمل من أجلها الجميع. إذا سمحتي لي أخت سهير أن أنتهز هذه الفرصة. تفضل. لأتقدم بالشكر الجزيل والامتنان إلى الطاقم الطبي وخاصة في العناية القصوى في المستشفى السلمانية، وكذلك الأطباء والممرضات، فهم يعملون على مدار الساعة لتخفيف من آلام هذا الوباء، وكذلك المحافظة على أرواح من يتعرضون لهذا الوباء بصورة كبيرة، فلهم كل التقدير. كذلك لا ننسى المستشفى أطباء المستشفى العسكري، نعم. والملك حمد وجميع المستشفيات في البحرين وكذلك الأمن، فلهم كل الشكر الجزير على هذه الوقفة الإنسانية. فنحن إن شاء الله بكل ثقة سوف نتخطى هذه المحنة بتعاون الجميع وتفهم الجميع، والبحر والشعب البحريني شعب واعي، والمقيمين كذلك أناس واعون وهم يثمنون وجودهم معنا في البحرين. فأسأل الله إن شاء الله نجتاز هذه المرحلة الخطيرة من هذا الوباء ويمن على البحرين وشعبها وجميع المقيمين الأمن والسلام. نعم إن شاء الله سعادة السيد أحمد الحداد عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.